السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الشعب الجزائري على راسي من فوق، والشعب المغربي غالي علينا وعلى راسي من فوق. أنا لما بتكلم في كرة القدم يا جماعة بتكلم جوه الملعب، جوه ال 11 ضد 11. تفاعلت في خروج الجزائر من كأس العالم، كنت حزين جدا لأن جوه الملعب الحكم جسامة كان ظالم الجزائر جوه الملعب، واتكلمت وعلى فكره قلت ان الماتش مش هيتعد، لان في قانون الكوره ما عادوش قبل كده منتخب اتظلم يرجعوه تاني، ما حصلتش. بس كنت زعلان اللي حصل جوه الملعب، قلت ظلم ظلم ظلم. والمغرب لو تفتكروا في كاس العالم مع فرنسا في قبل النهائي ليهم ضربه جزاء واضحه، ليهم ضربه جزاء ما اتحسبتش. قلت بعد المباراه كان في ظلم باين جدا، انا الفار اللي حسب ولا اي حاجه، المغرب كان ليه ضربه جزاء. انا بتكلم على مواقف داخل الملعب، ضربه جزاء ما اتحسبتش، في ظلم. لكن القوانين الدوري، هو اصل في ناس يقول لك ايه كابتن مصطفى، المشكله بتاعت اتحاد الجزائر ونهضه بركان، انت ليه ما بتتكلمش عنها؟ احترامي ليك، احترامي ليك، انا ما اعرفش القانون الدولي بيتكلم في ايه، في الحدود والحاجات دي، ولا هروح ادور، ولا اذا كنت انا بلدي مصر عارف الحدود بتاعنا بالعافيه، عارف الحدود بتاعتنا بالعافيه، لان انا راجل عايش مواطن في مصر، مهنتي كره القدم، بتكلم على كره القدم، مش هروح بقى اشوف حدود الدول. بقول لك الشعب الجزائري على راسي من فوق، الشعب المغربي على، انا معاملتي مع المغرب، الجزائر، تونس، هم شعوب ما اعرفش حدودهم ايه، والله ما اعرفش مساحاتهم وحدودهم ايه، ماليش في القصه دي يا جماعه، ماليش في القصه دي. انا ما اعرفش النظام الحدود، اوعى حد يظلمني يقول لي كابتن انت خايف تتكلم، خايف تتكلم ايه يا عم، الناس دي بحترمها والناس دي بحترمها. الشعب الجزائري بقول لك حبايبي وغاليين عليا، والشعب المغربي غاليين عليا. انا ما اتكلمش في حاجه ما اعرفهاش، مفتيش في حاجة أنا معرفهاش. في المباراة أتكلم في المباراة، أقول لك هنا اتظلموا، لا هنا ما اتظلموش، هنا لا. أنا فاكر منتخب مصر الأولمبي لما لعب المغرب، وفي أولاد من منتخب مصر راحوا ضربوا عامل أوضة اللبس، ضربوا كده في وشه، ورمى واحد رمى إزازة على أنا طلعت قلت لعيبة مصر غلط، لأن في حاجة قدامي شايفها بعيني، قلت لا لعيبة مصر غلط. اللاعب اللي راح ضرب عامل بيلم الكور، اللاعب المصري ده غلط، قلت كده، قلت غلط ما يعملش كده، ده اللي انا اقدر اشوفه اقوله. لكن ايه اللي يخليني اتكلم في حدود بلد تانية بقى؟ انا ماليش في الحاجات دي يا جماعه، ومش هدور اسال فيها، لان انا بحترم الشعب الجزائري وبحترم الشعب المصري. واحد تاني يقول لك يا كابتن روح شوف القوانين الدوليه، سيدي انا مش بتاع، انا راجل ايام ما كنت بلعب انا لعبت اولمبيات، ولعبت كاس الكونفدراليه الافريقيه خدناها النادي المغربي، وخدت بطوله افريقيا للشباب مع مصر، وخدت كاس العالم العسكري في المغرب، رحنا كسبنا النهائي كان مع منتخب المغرب، وجبت انا هدف الفوز، ولعبت دوري، انا اقصد يعني لعبت دوري ولفت العالم. والله العظيم ما اعرف قانون دولي، انا ليا ال 11 ضد 11، ليا في القانون داخل الملعب، اما القوانين الدوليه والحدود انا ماليش في الحاجات دي يا جماعه، انا ماليش في الحاجات دي. انا كلمني بعد اذنك عن الكوره، في حبايب ليا وناس بتحبني جدا من دوله الجزائر، دول اخواتي وعلى راسي من فوق، في ناس بتحبني وبتعشقني من دوله المغرب، دول على راسي من فوق. حتى اللي ما بيحبنيش يا سيدي انا بحترمه، اللي هو ما بيحبنيش انا بحترمه. لو سمحت اعمل لايك، شكرا.